كوادر الصف الثاني الذين اجتازوا البرنامج المتكامل للتطوير الإداري والقيادي لكوادر الصف الثاني. عدد 37 كادر من وزارة الاستثمار، 48 كادر من وزارة الثقافة، 30 كادر من وزارة الخارجية، 22 كادر من رئاسة الجمهورية، 18 كادر من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وفي هذا الجمع الكريم نتقدم بخالص الشكر على التكامل والتعاون المثمر مع السيدات والسادة المسؤولين عن تنفيذ المبادرة في الوزارات المشاركة وفرق العمل الخاصة بهم. اللواء شريف عبد اللطيف فهمي مساعد رئيس الديوان، الأستاذ فوزي السيد عبد المقصود مدير عام الإدارة العامة للشؤون العاملين وزارة الخارجية، الأستاذة داليا فكري شباب رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية وزارة الاستثمار، الأستاذ حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة. كما نتقدم بالشكر إلى فريق العمل بإدارة تنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد القومي للإدارة، شريك الوزارة في نجاح تنفيذ المبادرة عام 2014-2015، المهندس سامح بديرة المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، المهندس وليد الإنجباوي مدير عام إدارة تنمية وتطوير القدرات البشرية، الأستاذ محمود الدين مدير برامج تدريبية، الأستاذ محمد نمر منسق أول برامج تدريبية، الأستاذة إنجي علي منسق برامج تدريبية، الأستاذ كريم عبد الحميد منسق برامج. ووافر الشكر والتقدير للسادة المدربين لما بذلوه من جهد وعطاء مثمر مع السادة المتدربين، الدكتور أحمد كمال الدين عبد العاطي، الدكتور عز الدين حسنين، الدكتور هشام توفيق، الدكتور هشام البحيري، الدكتور حسين البدوي، دكتور مجدي علي الدسوقي. والآن نطلب سيادتكم لمشاهدة عرض آراء السادة المتدربين في البرنامج التدريبي. حالة هتختلف، والعائد والناتج اللي هيكون من تنمية القدرات وتشجيع الابتكار، ومش بس ان احنا نحصل على الدورة او نحضر الدورة، لا، دي البداية. احنا هنكون على تواصل مع حضراتكم، لازم حضراتكم بما اخدتوه من هذه الدورة ودورات اخرى وتأهيل وتمكين للشباب وتمكين للموظف الحكومي ان فعلا يغير المجتمع. انتم قادة التغيير لهذا المجتمع في هذه المرحلة. الدورة اللي اخدتوها دي بداية، وزي ما اتفقنا ان عندنا الفيسبوك وعندنا الاليات بتاعت التواصل مع المعهد، واحنا هنتابع كل الناس اللي حضروا معنا هذه الدورة، عشان العائد بتاع اي تدريب ما بيجيش بتوزيع الشهادة، العائد بتاع اي تدريب بيجي بممارسة المفاهيم والمهارات والسلوكيات التي كانت في مضمون هذه الدورة. العائد هيجي من ممارسة حضراتكم لهذه الأفكار. فإحنا هنكون معاكم وعايزينكم تتواصلوا معنا، وعايزين نعرف أخباركم، وعايزين نعرف التحديات اللي هتقابلكم عشان نساعدكم لو أمكن في تزليلها، عشان فعلا تقدروا تغيروا الصورة العامة والصورة الذهنية اللي موجودة في مصر عن الموظف الحكومي. الإعلام بيسهب في رسم الصورة الخاطئة عن الجهاز الإداري في الدولة، بس هو له حق، لأن في ممارسات كثيرة من بعض زملائنا بتكون مش مظبوطة. انتوا عدد محدود لكن مؤثر. هذا العدد اللي تم تدريبه حتى الآن، احنا بنتكلم على الحمد لله في إطار هذه المبادرة، احنا الدكتور أحمد سمير قال أكتر من 500، وفي خلصنا الامتحانات بتاعت المرحلة الخامسة وخلصنا الدورة، وفي إجراءات بقى النتيجة وتجهيز اللي هي كمان 160 واحد. يعني احنا بنتكلم على اللي حصل على هذا البرنامج فعلا لغاية النهاردة أكتر من 600 موظف من موظفي وكوادر
الجهاز الإداري للدولة، وهم عدد أنا بقول قليل في الأول بالنسبة للعدد الكبير، لكن 600 قائد من قادة التغيير ده عدد كافي لأننا تحصل النقلة النوعية في رأس مال البلد. ودلوقتي في مؤتمر الأسبوع الجاي في عن رأس المال الفكري، واللي هو ناتج رأس المال البشري اللي هو حضراتكم. وكل الاقتصاد الجديد وكل الدراسات اللي في الاقتصاد بتتكلم على ان رأس المال الفكري النهاردة وفي هذا العصر، عصر المعرفة والمنظمات المعرفية، واحنا عايزين كل الحكومة المصرية تبقى منظمات معرفية. فرأس المال الفكري اللي هو ناتج رأس المال البشري ده كل العالم بيتكلم عليه ان هو دلوقتي يمثل اكتر من نص الاقتصاد الحديث في العالم. فحضراتكم عليكم امل كبير، وان شاء الله هتكونوا عند حسن ظننا وهتعملوا النقلة اللي احنا بنبغيها في الجهاز الاداري للدولة. مش عايز اطيل على حضراتكم، انا عندي حاجات كتيرة، نعتذر عن الصوت العطل الفني في الصوت، ومش هنقول فاصل ونعاود، لا احنا تجاوزنا لاصلاح العطل الفني، انما الفيلم موجود واراء حضراتكم احنا محتفظين بيها، لاننا برضك في اي مناسبات بنعرض هذه الاراء عن تقييمكم. احنا صحيح كان عندنا امتحان والمعهد القومي عمل لكم تقييم وطلع نتيجة، انتوا كمان عملتوا لنا تقييم واحنا بنعتز بالتقييم بتاعكم، بنعتز بأي ملاحظات عندنا ناقصة حضراتكم وجهتها لنا عشان احنا نصلحها في الدورات القادمة، وبنعتز بكل ثناء على مجهود العاملين لان ده في هذا البرنامج، لان ده بيكون يعني حافز ليهم انهم يسمعوا برضك من حضراتكم ان مجهودهم وادائهم كان مقدر من حضراتكم. مش عايز اطيل اكتر من كده، وبشكركم وان شاء الله نتقابل في دورات اخرى ونتقابل في احداث اخرى، ونتقابل في انكم تيجوا تقولوا لنا تجربتكم لما رحتوا تطبقوا هذا الكلام، ايه التحديات اللي لقيتوها وتغلبتوا عليها ازاي. شكرا جزيلا. بسم الله الرحيم. يعني أكيد سعيدي بوجود مع حضراتكم جميعا، وأكيد حضراتكم مشرفينا جميعا في وزارة تخطيط المتابعة والإصلاح الإداري. عايز بس أقول إن المناسبة السعيدة بمناسبة إن شاء الله النهاردة عندنا دفعة بتتخرج وعدد معقول، مش هقول عدد كبير جدا إنما عدد معقول. أتكلم بس كده بسرعة في نقطتين مهمين بالنسبة لي. النقطة الأولى التدريب اللي اتكلم عليه الأستاذ الدكتور أحمد سمير أو الباشمهندس سامح بدير. التدريب اللي بيتكلم عليه لما قال ان تقييمكم لنا احنا محتفظين بيه وشغالين عليه، يعني يمكن احنا النهارده واحنا موجودين في معهد اعداد القاده للجهاز الحكومي، وده التدريب اللي احنا بنتمناه. احنا يعني مش عايز اقول لا المهندس سامح ولا حد في الوزاره ولا احنا راضيين عن التدريب اللي حتى اللي حضراتكم خدتوه بنسبه 100%. احنا بنقول هي دوره يعني معقوله، مدتها معقوله، وكمان هقول تكلفتها بالنسبه لنا مقبوله، لان موازنه التدريب حضراتكم عارفين متدنيه جدا في مصر، ويمكن ده شغل شاغل كمان ان الحكومه تبتدي تحط موازنات للتدريب، لان هو ده الاداه الرئيسيه للتطوير وتطوير المعارف واكساب المهارات الجديده في الجهاز الاداري للدوله. ولما بنقول دايما ان الموظف الحكومه عندنا ربما مش راضيين عن الخدمات اللي الحكومه بتاديها، مش راضيين عن سلوك الموظف، انا بقول في المعظم في الاغلب العام، ده ناتج في جانب كبير جدا منه عن نقص التدريب وان مفيش برنامج تدريبي. عايز اقول بس حضراتكم البرنامج اللي حضراتكم خدتوه، اراء حضراتكم في البرنامج ده هتهمنا. ده الكونسبت ان شاء الله نشتغل عليه جميعا، ان يبقى فيه ما يسمى او ما يعرف بدراسه فجوه المهارات. عشان اقدم على برنامج تدريبي لازم انا اتقيم واعرف ان في جاب ما بين المهارات المتطلبه للوظيفه بتاعتي او للوظيفه اللي هترقى عليها في سلم الترقيات الجديد ان شاء الله في قانون خدمه مدنيه، وما بين الوضع الحالي بطاقه الوصف والوضع الحالي، يبقى فيه فجوه. الفجوه دي لازم تتسد بالتدريب، او التدريب بيأهلني لوظيفه جديده. ده بس اللي محتاج أكد عليه. التدريب مش مجرد ان انا موظف ربما زهقان منه النهاردة روح دورة تدريبية وتعالى وخلاص. التدريب بناء على فجوة مهارات، التدريب انا بأهل لبكرة، بأهل لمستقبل. الحاجة التانية كمان،
المادة التدريبية اللي خدتها شكلها عامل ازاي وتقييمها عامل ازاي، حديثة مش محدثة، السادة المدربين، وده ربما اهم عنصر في العملية التدريبية، استفدت منهم ولا ما استفدتش، وبعد كده تقييم البرنامج التدريبي وتقييم المدربين وتقييم حتى المكان اللي ادى التدريب، ده مهم جدا يبقى في ذهننا في كل برنامج تدريب بناخده. يعني ربما اللي قاله الباشمهندس سامح في الاخر هي دي منهجية التدريب اللي موجودة في كل الدنيا، ارجو بس تكون في ذهننا مع كل برنامج تدريب بناخده. بنأمل ان شاء الله نطور برامجنا التدريبيه، بنأمل ان شاء الله يكون عندنا برامج تدريبيه يعني اطول شويه من البرنامج ده، تسيب اثر اكتر، يتم تقييم اكتر. ده كان الجزء الاول او الجزء الاول اللي عايز اتكلم عنه. الجزء الثاني ان يعني حضراتكم واحنا النهارده مع بعض في وزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري، يعني كان بود طبعا دكتور اشرف يكون موجود لولا ان في يعني ظرف طارئ للاسف في اخر لحظه فتغيب عننا، انما هو كان عامل حسابه ان هو موجود معانا، فبقدم اعتذاره بس ان هو مش موجود معانا النهارده. اللي اكد بس لحضراتكم عليه كمان ان احنا النهارده بنتقابل ومعانا حاجتين مهمتين حصلوا. ربما الحاجه الاولى هي خطه الاصلاح الاداري اللي تمت في مصر، ربما يعني قد نزعم ان احنا في خطه اصلاح اداري منشوره على الويب سايت بتاع وزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري، زي ما الدكتور احمد سمير تفضل وقال الخطه اعتمدت من مجلس الوزراء في 13/8/2014، الخطه اتعرضت حتى على سياده رئيس الجمهوريه، اصبحت هي البرنامج اللي احنا الوزاره بتتابع عليه من قبل مجلس الوزراء ومن قبل مكتب السيد الرئيس، ان بقى في خطه للاصلاح الاداري في مصر. يعني لو بقول للناس اللي بقابلهم اتمنى حضراتكم تشوفوها، لا انا برجو بقى حضراتكم باعتباركم ان انتم يعني خدتوا برنامج تدريبي هنا، حضراتكم تخش تشوف الخطه الاصلاح الاداري، تخش تعلق عليها، تخش تشوف هل ده الافضل، هل في طريق تاني. الحاجة التانية كمان وبسرعة عشان ما اخدش وقت، الحاجة المهمة اللي حصلت يمكن في الشهر 3 اللي فات ان صدر قانون الخدمة المدنية. قانون الخدمة المدنية ربما كان حلم، يعني حلم كبير، احنا بنتكلم بعد 37 سنة لقانون 47 سنة 78، وربما الحراك اللي عمله القانون. يمكن اخر حاجة اقول لحضراتكم ان قوانين الخدمة المدنية المنظمة لباقي فئات الدولة زي القطاع العام، زي قطاع الاعمال، زي بعض الكادرات الخاصة، ربما طلب يمكن جه للسيد الوزير يمكن امس ان احنا نبتدي نشتغل في هذه القوانين عشان تتطور على نمط قانون خدمه مدنيه. مهم بس ندي فرصه لنفسنا، ويمكن كل الورش العمل اللي بنعملها اقربها امبارح كنا في التعليم العالي، وقبلها كنا في جامعه القاهره، وقبلها كنا في سقاره ومعانا 11 محافظه من محافظات الصعيد، وقبلها كان في سقاره في محافظات بحري. اللي بشوفه وده اللي بقوله برضو حضراتكم عليه باعتباركم يعني احنا موجودين هنا في الوزاره اللي عملت خطه اصلاح اداري والوزاره اللي عملت قانون خدمه مدنيه، أرجو حضراتكم ندي فرصة لنفسنا ناخد القانون نقراه، نشارك كمان في صناعة اللائحة التنفيذية. احنا عندنا موقع على الوزارة اسمه شارك، بوابة على بوابة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بنقول إن قانون خدمة مدنية لو بصيت على المواد بتاعته هم كلهم 72 مادة، مش هياخدوا من وقتنا كتير إن احنا نقراه نفهمه، نعرف أبعاد اللي موجودة في القانون إيه. في 23 مادة بيوجبهم إن يكون لهم ضوابط أو معايير أو شروط موجودة في اللائحة التنفيذية. انا بصراحه يعني بقول لحضراتكم يا ريت جميعا نخش على البوابه، المواد اللي في القانون موجوده، وبقول لحضرتك اقترح علينا ماده اللي تتحط في اللائحه التنفيذيه، او شارك معنا في كتابه اللائحه التنفيذيه لقانون خدمه مدنيه. حضراتكم عارفين القانون صدر في خضم يعني تغيرات سياسيه بتحصل في البلد كتيره، ربما ما حدش حس وما حدش كان مصدق ان في قانون هيطلع، وتفاجئ بعض الناس اللي ما كانوش متابعينا حتى على موقعنا ولا حتى في الاعلام ان القانون صدر ربما ما كانش حد متخيل، انما بنقول لحضراتكم من دلوقتي اهوت واحنا قاعدين مع بعض في لائحه تنفيذيه من وجهه نظر اللجنه العليا للاصلاح الاداري، وانا بشرف ان انا عضو منها، هي اهم من القانون. اللائحه فيها كل الضوابط والمعايير والشروط. القانون كان نفس الاسلوب الحديث في التشريع اللي موجود في كل الدنيا، بنقول ان القانون بياخد القواعد العامه، انما النصوص التفصيليه موجوده في اللائحه. ليه موجوده في اللائحه؟ عشان يبقى في اليه سهله وبسيطه وسريعه للتغيير. عشان اعدل ماده واحده في قانون احنا محتاجين ان شاء الله ما يبقى عندنا باذن الله قريبا مجلس نواب، محتاجين من 6 شهور لسنه ان شاء الله ماده واحده، انما عشان اعدل في اللائحه التنفيذيه بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء فانا محتاج بنتكلم في حوالي شهر ونص. فالدنيا بالنسبه لنا في اللائحه يعني اهم واكبر وتعديلها اسرع. فيعني اللي بطلبه من حضراتكم جميعا يا ريت نشارك في كتابه اللائحه التنفيذيه معانا. لو هبص كده بنظرة سريعة جدا على مواد القانون اللي لها علاقة بوجودنا النهاردة، بنتكلم على مهارات الصف الثاني. القانون بس كده في عجالة خلق وظيفة جديدة مش موجودة في مصر في ظل قانون 47 اسمها وظيفة الإدارة التنفيذية. ايه وظيفة الإدارة التنفيذية؟ دي وظيفة هتشغل بمسابقة، بنفس المسابقة اللي هيتعين عليها وكيل أول الوزارة أو رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية أو المدير العام، بنفس الأسلوب هتشغل بها هذه الوظيفة.
اعلان، طبعا الاعلانات كلها من بعد قانون 18 ما طلع قانون خدمه مدنيه هي اعلان على بوابه الحكومه المصريه، والتقديم هيكون كمان على بوابه الحكومه المصريه، والنتيجه كمان هتكون على بوابه الحكومه المصريه. بالنسبه للتعيين في بدايه العمل لو انا لسه فريش خريج جديد، او بالنسبه للوظائف القياديه، فاللي باكد بس عليه لحضراتكم هذه الوظيفه الجديده اللي موجوده في الحكومه اللي اتخلقت جديد دي وظيفه بتخاطب، هي دي اللي مفهومها العلمي الصف الثاني. احنا كان هدف اللجنه العليا للاصلاح الاداري في هذه الماده ان احنا بنخلق صف ثاني من داخل الحكومه المصريه، احنا مش هنجيب من بره. هذه الوظيفه اذا كانت تشغل من داخل الحكومه، بعكس مثلا مدير عام او وكيل وزاره او وكيل اول وزاره، ثلاث وظائف دول يشغلوا من الداخل او الخارج، والعبره في النهايه بالكفاءه بالاكفاء. انما وظيفه القياده التنفيذيه بنقول ده عددها كبير جدا، احنا بنتكلم في حوالي 24000 وظيفه، دول 24000 امل جديد ان يبقى فيه 24000 قيادي في الحكومه صف تاني. اتصور يعني الشباب من حضراتكم اللي لسه واخدين دورات بهذا الشكل مع المعهد القومي للاداره هم دول المؤهلين لشغل هذه الوظيفه، ونامل ان شاء الله نتابع الوظائف اللي هتنزل كل شويه في الوزارات المختلفه في المحافظات في الهيئات. حضراتكم عارفين احنا بنقول 24000 وظيفه، عشان بس تقدر العدد ده كام بالنسبه للحكومه. احنا الحكومه 6.4 مليون، مديرين العموم في مصر 8700، وكلاء الوزاره في مصر 2400، وكلاء الاول 520. فلما اقول ان اجمالي الثلاث وظائف دول حوالي 11500 او حاجه، احنا بنتكلم على 24000 وظيفه، ربما ضعف كل القيادات اللي موجوده في الدوله. ايضا القانون اكد على موضوع التدريب، واكد على ان التدريب هيتم بناء على فجوه مهارات، واللائحه هتاكد على ده كمان. التدريب هيبقى متطلب في كل ترقيه، الترقيه في القانون الجديد كل 3 سنوات، وبالتالي هتكون انا هتقيم عشان اطلع اترقى كل 3 سنوات، هتقيم بتقرير كفايه. العنصر الاساسي فيه ايه؟ الدورات التدريبيه اللي خدتها، ايه المهارات اللي انا اكتسبتها في خلال ال3 سنين. يمكن مش عايز اطول على حضراتكم، ارجو برضه اكد تاني ان احنا نبص على قانون خدمه مدنيه، نحاول نقراه بهدوء، ان في بعض المواد ربما بيكملها الرؤيه الاكبر هي خطه الاصلاح الاداري، الاثنين موجودين على موقع الوزاره. وارجو كمان من جميع حضرات الساده اللي موجودين معانا النهارده ان احنا بنبص على موقع شارك، ونحاول نكتب مع بعض او نساهم في كتابه اللائحه التنفيذيه. بشكر حضراتكم وبهنيكم، وان شاء الله نشوف حضراتكم ان شاء الله في اعلى المناصب. شكرا جزيلا. والان يا تلميذ تسليم الشهادات الى الساده الخريجين مع تكريم عدد 20 كادر من الاوائل من اجمالي عدد 155 كادر. والان نستمع الى كلمه المهندسه فاطمه الاولى عن الدفعه من وزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري. بتقدم وزاره التخطيط كتاب شخصيه مصر لهديه عالميه تقديرا منا للساده الاوائل، والمعهد القومي للاداره بيقدم الكاس ده هديه للاستاذه فاطمه. المهندس عبد الرحمن هو عشان الأستاذ إكرام محمد أبو العلا وزارة الثقافة. المهندسة ميرفت حلمي حسين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. الأستاذ أحمد كمال الباز وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. الأستاذ محمد صلاح الدين وزارة الخارجية.
الأستاذة زينب حسن عبد العزيز وزارة الخارجية. الأستاذ وائل سالم إبراهيم وزارة الاستثمار. الأستاذة أماني محمد محيط وزارة الثقافة.